نقدر نهضر الاخر. شو تصور الليلة؟ حنا لهنا في حي غربي عيسى تابع بلدية البوني ولاية عنابة. حنا عندنا مشكل هنا في حي غربي عيسى هدايا، المشكلة هدية البومبا تاع ليسونس. البومبا تاع ليسونس هدية درت لنا مشاكل كبيرة، درت لنا عدة فيضانات من نهار اللي حط السيد هدايا، كان فوسي كبير ضيقوا علينا حتى لنا لي بيز صغار. عندي 60 سنة وأنا ساكن هنا، عمرها النو مياه الأمطار ما دارت لنا كوارث كيما العمدة. والسبب تاعها هي المحطة تاع البنزين هذه. هاكم تشوفوا في العرض، العرض تاع المجرى الماء، العرض تاعو حوالي 6 أمتار وغمقوا 3 أمتار وداروا له بيزا فيها 50 سنتيمتر. كيفاه المياه، قوة المياه اللي تنزل في 70 مليمتر في نهارين، كيفاش راح تعدي في بيزا تاع 50 سنتيمتر؟ لكن شدنا السلطات وجاو معنا، وحنا رانا في عين المكان. الدليل على ذلك ان الوحده فيه 6 مترات عرض و6 مترات غرق. واش دار هو؟ جاب حط لنا لي بيز صغار، وليت كميه الماء ما تخرجش كيما موالفه. كي درنا ما وضغطنا عليه جاو معنا السلطات لهنا، جبد لنا لي بيز هذوما يقولوا 3 ميل، بصح اللي وراهم مش 3 ميل، اللي وراهم راهم صغار كل. وهذا هو المشكل اللي يسبب لنا الفيضانات في الديار والبرا.